قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. إن الحسين عليه السلام بعدما قتل أصحابه وأهل بيته أخذ ينادي: وغربتاه، وقلة ناصراه، أما من معين يعيننا؟ أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ فخرج القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين عليه السلام اعتنقه وجعل يبكيان حتى غشي عليهما. فلما أفاق طلب القاسم المبارزة، فأبى الحسين عليه السلام فقال: يا عماه، لا طاقة لي على البقاء، وأرى بني عمومتي وإخوتي مجزرين، وأراك وحيدا فريدا. فقال له الحسين عليه السلام: يا ابن أخي، أنت الوديعة. فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه، فقال له عمه: يا ولدي، أتمشي برجلاك إلى الموت؟ فقال: وكيف يا عم، وأنت بقيت بين الأعداء وحيدا فريدا، لم تجد ناصرا ولا معينا؟ فأذن له الحسين عليه السلام، ولكن قبل أن يذهب للبراز قال له: بني قاسم، هلم إلي. فدنا منه القاسم، فأخذه الحسين عليه السلام وشق أزياقه وقطع عمامته نصفين وأدلاها على وجهه، ثم ألبسه ثيابه على صورة الكفن وأرسله إلى البراز فحمل على القوم. فبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله اليسرى، فوقف ليشدها، فقال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه وأثكلن به أمة. فشد على الغلام فما ولى حتى ضرب الغلام بالسيف على رأسه، فوقع القاسم لوجهه وصاح: أدركني يا عماه. فأتاه الحسين عليه السلام وإذا بالغلام يفحص بيديه ورجليه. نادى حسينا عمه مشتكيا بعد الوصال وقرب هجر دائم، فأتاه وهو إذن يجود بنفسه ويفيض منه الجرح فيض غمائم. فقال الحسين عليه السلام: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. هذا والله يوم كثر واتره وقل ناصره. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله، وأنت ترى وديعة أخيك الحسن مغسلا بدمائه. سيدي، ما كنت تقول وأنت تحمله إلى الخيمة؟ قال بعضهم: كان الحسين عليه السلام يبكي عند رأسه وينادي: يا ابن أخي، أنت الوديعة. فلما سمعت النساء صراخ الحسين عليه السلام أقبلن إليه وهن يبكين لاطمات، تتقدمهن أمه رملة وعمته زينب. فلما وصلن إليه ألقين بأنفسهن عليه، وأمه تنادي: وا ولداه، وا قاسماه.